مليار قنص غير. شباب إعلامي كيف يدير؟ شباب إعلامي كيف يدير؟ لا لا ثم لا، لا لا ثم لا، لا لا ثم لا. رئيس الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني، الوقفة ديالنا اليوم الاحتجاجية هي للتعبير على مجموعه ديال المواقف التي نعتبرها يعني من ضمن التحديات التي تواجهنا. الا تحدثنا على المقاولات الاعلاميه الصغرى، هذه المقاولات الان لحد الان ما تمش الفتح الباب للنقاش معها من طرف لا السيد الوزير ولا حتى الجهات المعنيه باش يمكن لنا اننا نوجدوا الاليات والمشاكل اللي كتخبط فيها هذه المقاولات الاعلاميه الصغرى. دابا الان انتم ربما راه عدد منكم كيشتغل في واحد مقاولات اعلاميه اللي محتاجه للدعم وما كتاخذش الدعم، الى هذه المقاولات ما كياخذوش الدعم باش نخلصوا الصحفيين. الناس دابا الان كتحدث على 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 التاهيل، واشمل تاهيل الى ما كانش واحد الدعم لهذه المقاولات باش يمكن لنا اننا نوفروا جميع الاليات واللوجيستيك والموارد البشريه والماليه باش يمكن لنا ناهلوا القطاع ديالنا. لذلك فنحن هنا اولا نوجه الدعوه للسيد الوزير انه وزير لا يمارس الاقصاء والتهميش في السياسه ديالو من خلال العمليه ديال الانتقائيه في التواصل مع الهيئات المهنيه، بمعنى لا بغى يجتمع مع شي قطاع كيختار اللي بغى هو اللي قال لي هو، علما ان المقاولات الاعلاميه الصغرى عندها من يمثلها ما كيمثلوهاش المقاولات الكبرى. اللي بغى يدير سميتنا حنا ما عاطين الحق حتى شي حد يدير سميتنا، حنا مقاولات صغرى كنتحدوا على نفوسنا حتى حد ما يمثلنا. اللي بغى يمثل شي قطاع شي مقاول الله يعاونه، ولكن حنا اللي كنمثلوا القطاع ديال المقاولات الصغرى. وهاد المقاولات الان تعاني نقص في الدعم، لان باش تحصل على الدعم العمومي كاينين شروط، هاد الشروط هادي مجحفه تم استصدارها على مقاس الشركات الكبرى. انا كنسائل هاد الشركات الكبرى دابا اكثر من 20 عام وهي كتاخذ في الملايين ديال الدراهم، لحد الان مازال مزاحمه مع المقاولات الصغرى ومع الشباب باش تاخذ الدعم، بل اكثر من هذا تعمل جهد الامكان وضع شروط وقوانين باش تقصي هاد المقاولات الصغرى، تقصي هاد الشباب اللي جمع هاد الاعلام البديل. هاد الاعلام راه ديال الجيل الثالث ديال الشباب، هاد الشباب راه خصهم يمشيو يرجعوا في حالاتهم، يخليو شويه المقاولات الصغرى تستافد ويخليو الشباب حتى هو ياخذ المبادره ديالو. واش حنا فين ما نبغيو نتكلموا على ممثلين ديال الاعلام رجعوا اللي عندهم 40 عام 50 عام هادي في القطاع؟ على حنا ما راكمناش شي جيل اخر، ما راكمناش عاوتاني رواد اخرين. لا بغينا نرجعوا دائما نتكلموا على 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 القطاع خصنا نرجعوا لفلان وفرتلان. لا، كاين شباب الان خد الاستماع ليه، كاين مقاولات صغرى دخلت في اطار المشروع الملكي، المشروع الملكي اللي كيتكلم على الانطلاقه، المشروع الملكي كيتكلم على الحد الثاني، المشروع الملكي اللي فتح منصات ديال الشباب وفتح اوراش باش يمكن المقاولات الاعلاميه الصغرى من المشاركه. واتاسف ان الوزير ما كاينش هنا وزير الشباب، وزير الشباب وشاب لا يهتم بالشباب، هذه هي الكارثه. الان يجلس فقط مع الشياب ويخطط في البرامج ديالو من اجل الاقصاء، قال لك 900 مقاوله ما يقدرش يبرك معها، على ما كايناش الادارات الجهويه، على كاين شي وزير كيبرك مع 900 مقاوله؟ راه دابا الحكومه شوف شحال من النقابه كاينه في البلاد وشحال من تنظيم مهني فيهم الملايين، على كيبركوا معاهم في خطره؟ كيبركوش معاهم خطره، هذه هضره خاويه. كيبركو مع الممثلين ديالهم، كيبركو مع الاطر اللي كينظموهم، الهيئات اللي كتنظمها، هذا يعني ان السيد الوزير ما عارف والو. لذلك حنا كنطالبوا ان فتح حوار مع المقاولات الصغرى بشكل مباشر، والا حنا راه شادين الطريق ديالنا الى 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 صاحب الجلاله باش نرفعوا الشكايه ديالنا على هذا الاقصاء والتهميش وعلى هاد الدعم اللي ما كياخذوش هاد المقاولات بالشكل اللي كياخذوه المقاولات الكبرى. تصور معايا ان مدير النشر ديال المقاولات الكبرى كيخلص راسه ب 34 مليون للشهر، كيخلص راسه ب 30 مليون للشهر باش يدخلها في لافاكتور باش يبين قوه الفراي اللي كيخسر. والان الوزاره كتعطيهم الدعم المباشر، دابا انتم كتاخذوا 3000 6000 7000 درهم كتعطيهم 4 مليون خلصه ديال الوزير، خلصه ديال البرنامج اللي كتعطيهم كدعم مباشر لهاد مدراء النشر. ولهذا فنحن نطالب على الفصل ما بين مدراء النشر كناشرين كباترونا ديال النشر وما بين الصحفيين. المجلس ديال الوطني خصو يبقى للصحافه
وهاد الناس ديال المقاولات اللي حنا معاهم نمشيو ناسسوا اتحاد ديال المقاولات الاعلاميه بالمغرب، الباترونه ديال النشر بهذا المعنى هادي، لان جواز السلطه بالمال وجواز الاعلام بالمال راه خطير على الدوله. وشكرا. عبد الحكيم شتاوي، مدير نشر جريده اشراقات وعضو الكونفدراليه المغربيه لنشر الصحف والاعلام الالكتروني. نحن هنا في هذه الوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاتصال لأن لدينا رسائل. هذه الرسائل ستكون تحت شعار الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع. هذه الوقفة جات هنا لعدة مطالب وعدة رسائل وعدة دعوات. من هذا المنبر ندعو جميع المسؤولين، ندعو جميع الهيئات الحكومية، وهادشي غنوجه إن شاء الله في رسالة إلى العاهل المغربي ملك البلاد. هذه الرسائل اللي كنوجهوا مادة الآخر اللي هي من الحقوق ديالنا. فالآن ولا تهميش وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى مقابل دعم المقاولات الصحفية الكبرى اللي عدم دعمها. فالمقاولات الصحفية الصغرى الآن في وضع مزري ومقلق، وصحافة الصحافة البديلة الآن ما كتلقاش من يدعمها. فمن هذا المنبر كندعو لعدة دعوات. أولا كندعو الجميع باش يتم بهذه الفئة، كندعو جميع الهيئات كما قلت، وعندنا رسائل. الرسالة ديالنا الأولى فهي أن من الفصل 35 من الدستور اللي كيدعو إلى تشجيع المقاولات، وكيدعو للاهتمام بالأجيال القادمة، وكيدعو لتكافؤ الفرص. ولهذا فهاد العملية راه ما كايناش. أولا كذلك كندعو إلى السيد الوزير عدم اعمال الزبونيه والمحسوبيه ولا لا 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 في التعامل مع الهيئات المهنيه. كذلك كندعو من هذا المنبر ومن هذه الوقفه كندعو الى احداث ظهير شريف لتاسيس اتحاد المقاولات الصحفيه، اتحاد المقاولات الصحفيه غير العدو يتم بهذا الدعم المالي ديال الدعم العمومي والتسيير المالي في مقابل المجلس الوطني للصحافه اللي عنده الاهتمام باخلاقيه المهنه والتكوين والتعديل الى غير ذلك، باش نفصلوا ما بين التسيير الاعلامي والتسيير المالي، باش ما يبقاش الحوت الكبير كيكون الحوت الصغير. الان فالمقاول الصحفي العادي الان يعاني، لا المراسل ولا المحرر ولا المقاولات الصحفيه، فكلهم المقاولات الصحفيه الصغرى تعاني وما كتستجب من الدعم وما كاينش تكافؤ الفرص. كذلك كندعو الى المشاركه ديالنا في المجلس الوطني للصحافه على الطريق عن طريق الديمقراطيه، باش كلشي يشارك، كلشي يشارك تما ويكون عنده الكلمه ديالو، ما يبقاش فقر، ما يكونش احتكار. حنا كنقولوا لا للاحتكار لا للاقصاء، حنا حاضرين هنا وخاصو نكونوا ديما حاضرين في هذه العمليه من اجل تجويد وتحسين العمل الصحفي وتحسين وضعيه الصحفي والمقاوله الصحفيه الان اللي ما تلقاش من يكوبها من يواكبها ومن يصاحبها. عندنا دعوات، والدعوات والرسائل غنوجهوها ان شاء الله الى السده العاليه بالله، الى جلاله الملك محمد سنزره الله، باش نشوفوا ناخذوا حقنا من هاد الحقوق اللي حقنا. خاصنا دائما تحنا يكون عندنا وجود، وخاصه الشباب والصحافه، الصحافه البديله الان اللي ولات حاضره بقوه. هاد الشباب شكون غيدعمهم؟ هادي حامل الشواهد، وهاد الناس اللي كيبعدوا في العمل الصحفي الجاد شكون غيدعمهم؟ فالان كاين فقط الدعم ديال المقاولات الكبرى اللي عندهم نصيب كبير هذه سنوات وسنوات، بينما المقاولات الصغرى فهي المصير ديالها هو الموت وهو الاقصاء، وحنا كنديو عدم اقصاء، عدم اقصاء. شكرا. اذا غير خافين عن يعني داعمي الاعلام والمهتمين بالاعلام والصحافه المغربيه بابعادها الاعلاميه، الدور الاستراتيجي الذي تطلع به الصحافه المغربيه على جميع المستويات الاقتصاديه الاجتماعيه الحقوقيه وكذلك السياسيه. والصحافه المغربيه لانها تتطلع لغد افضل كان لابد من ان تنخرط في شركات الصحافه والاعلام بالمغرب تشتكي الحيف الذي تعاني منه، فهناك تمييز من حيث توزيع حصص الدعم وكذلك من حيث حصص الاشهار. مطلبنا واحد وهو المساواه في جميع المنابر الالكترونيه. لا يليق ولا يجوز اخلاقيا ولا قانونيا ولا من باب العرف ان تحظى بعض الشركات بحصه الاسد، في حين ان مواقع الكترونيه مغربيه في جميع مدن المغرب يشهد لها بالكفاءة المهنية الهائلة وهي ذات صيد على المستوى العالمي. لذلك نناشد إنصاف الشركات الصحافة والإعلام حتى لا يخترق الريع يخترق الصحافة. لهذا فرجاء من جميع المسؤولين
مناصفة رجال الإعلام فهم يضطلعون بدور كبير عبر تاريخ المغرب، خاصة في هذه المراحل العصيبة. رجال الصحافة والإعلام المغاربة عبر شركتهم تجندوا لإنجاح الحملة الوطنية من أجل مكافحة كورونا، وكذلك يغطون جميع الأحداث الوطنية والعالمية. وقد شاهدتم الأداء المتميز لشركة الإعلام التي حلت في قطر في دعم المنتخب المغربي. لا يتسع الوقت لذكر مزايا وأهمية دور شركة الإعلام، لكننا نناشد المسؤولين مرة أخرى رجاء الإنصاف والعدل.